السلام عليكم. اليوم نروح إلى ولاية جيجل بمنطقة كوتاما لنشاهد جانب من الأشغال السائرة في مشروع مركب سحق الزيوت البذور الزيتية. إذا واللي المشروع هذا يعرف وتيرات جد متسارعة في الآونة الأخيرة بعد ما تم تسليمه إلى شركة صينية اللي راهي تستكلف بتشريف على الأشغال انت الإتمام تاع المركب هذا الضخم اللي أكيد سوف ينضاف إلى القدرات الوطنية في إنتاج الزيوت الغذائية، واللي إن شاء الله بإذن الله سوف ننتج أولى لترات نتاع الزيوت 100% إنتاج جزائري من زرع البذرة في مزارع الجزائرية في كثير من المستثمرات اللي الآن تحولت إلى إنتاج البذور، إنتاج النباتات الزيتية. إذن في انتظار انتهاء الإشغال بهذا المركب لينضاف إلى المراكب أخرى في بجاية وفي وهران وفي غيليزان، عندنا 4 مراكب لإنتاج مركبات لإنتاج الزيوت النباتية. إذا إن شاء الله تنتهي الأشغال في هذا اللي يعتبر واحد من أكبر مركبات لإنتاج الزيوت الغذائية في إفريقيا، يعني النظر إلى كذلك المركب الآخر الضخم اللي يقع في ميناء بجاية، إذا مش بعيد على هذا المركب هذا. إذا كل شيء مرحب به في إطار المنظومة الاقتصادية الوطنية بصفة عامة. خليكم تتابعوا هذه الصور عن هذا المركب الضخم اللي راه قيد الإنجاز في ميناء بالقرب من ميناء جنجن بولاية جيجل. خليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم. That's it.